السلام عليكم. مقطع جديد من لعبة ريزيدنت ايفل 4 ريميك. من بعد ما دخلنا لهاد المختبر ولا ما عرفتش شنو هو دا خبيزة ولا ما عرفتش شنو هي، المهم هو راه بحال المختبر، هو واش هاداك مديرين بلاصة ديال الأكل ديالهم ولا. المهم كيما شاهدتو البلاصة اللي فيها اشلي فيها ثلاثة من هادوك نو سميتو هذوك الرموز هنا كاينين ديال جوج، يعني هذاك خاصنا بطاقة. حنا غادي داخلين طالعين الفوق، ما عرفناش هاد البلايص هادو فين غاديين. عند خزانات الماء تا هما كاينين هنا، شفت شي قاع مشقلب هنا، شي هادوك المعدات الطبية وداكشي. 100% مختبر هذا دابا. دابا حنا زايدين غاديين داخلين، شفت القضية مظلمة و هناك دماء، قضية محموناش هنايا. الله ما هذا، اشنا هو هادشي اللي داز؟ اكلتها ليكم، تبعون قلبوا نشوفوا شنو كاين هنا. هاد البيبان متحركة خاصة طاقة كهربائية، انا ما اظن ما كايناش طاقة كهربائية هنا، داكشي علاش هادشي كلشي مسدود. كما لاحظتو هاد شناهو هادا، معرفتش شناهو هادا. طب خاصنا نحول الطاقة الكهربائية، هنا مبين ما كاينش كهرباء. اذا غادي نمشيو للعد الاخر فين كاين، غنمشيو برجلينا حتى لعندو. ما عرفناش شنو هو، واش من صنف هذا كاين، القضيه مسدوده هنا منين جاو. اذا ندخلو هو هنا، وكيفاش اختفى هذا، فين مشى، يعني من اللي هي مسدود ومن هنايا كاين شنو هو الطبيب الشرعي. القضية في هاد الوحش هذا مشكلة. دابا دابا حنا غنمرو الطاقة الكهربائية للجهة الأخرى، دابا دابا قطعنا للجهة الأخرى، دابا دوزنا للجهة الأخرى. مشكلة دابا مع هذا، معرفتش شناهو، شتو اختفى، حنا شفناه داز هنايا لهاد الجهة هادي. شناهو هدا، هدا كيفتح هاد البوابة هادي، هدا كنفتحو على شي قاشنة من هادو. هاد يعني ما اظن هذا كتحول الطاقة الكهربائية لهاد الجهة ولا لهاد الجهة، يعني دابا حولنا لهاد الجهة ديال المختبر باش غيتفتحوا لينا كاع دوك الابواب اللي شلنا، دوك الابواب الالكترونية. ما لاحظتوا اللي دوزناها للجهة الاخرى كتقطع الضوء على هادي وكتدوز للجهة الاخرى اللي من لي. كما شفتو دابا هنا الدنيا كتظلم، هنايا كيولي هنايا الطاقة كدوز لهاد الجهة هادي. ما عرفناش هاد الجهة تا هي فين غادية، نعاودو نرجعو الطاقة للجهة الأخرى. نكتشفو بعد هاد المنطقة، بعد هي الأولى، نعاودو نشوفو الجهة الأخرى. كما لاحظتو دابا شي راه البوابات هادو كلشي شتيهم كيفاش تحلو، دابا كلشي داز ليه الطاقة الكهربائية، دابا كلشي تحل. ما لاحظتو راه مختبر هذا دابا، نشوفو شنو كاين هنايا. هرس هذا، ناخد هادشي
نشوف. حاولوا نكتشفوا البوابات الأخرى. ما عرفناش دابا فين غيكون هذوك الوحش، فين تخبى لينا دابا. شوفوا هاد البوابة هادي، لا مسدودة هادي، كيفاش ما تحلاتش هي مع الكهرباء؟ خصك تفك هاد اللغز هذا، تمرر الطاقة لهاد البلايص هادو باش يتحلو. عمرها كتبان لي شي حاجة ساهلة دار أي واحد يديرها، شوية ديال التركيز باش تحول هاديك الطاقة من النقطة التحتانية للباور الفوق. صافي، هو السيستم دابا تحل. هاد الباب تا هو غنسيبو تحل، لا مسدود. هو تحل هذا، حتى شنو هو هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شنو هو هذا؟ كيشوف فيني هكا، حتى شنو؟ كيف غير كيصنعو هاد القلب ونا المصاعب؟ لا ما عرف شنو هو هذا، ما فهمناش شنو هو هذا. كيديرو عليه تجارب. هذه هي البطاقة، ولكن فيها رمز واحد. مغاديش تفك لينا لا الدقاش لي لا البلاصة اللي شفنا. الله، ويلي ويلي ويلي، تيشو دار ايدي كيطوال وكلشي. الله ترزقني، شنو هو هذا؟ الله ترى تعبان، والله تتعبان. الله 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 الله، تا شي درا مقضيه فيه تا شي حاجة، لا مسدس لا سكين لا تا شي حاجة. الأحسن نهربو عليه. نحاولو نمرو الطاقة الكهربائية دابا للجهة الأخرى. ترى تابعين ولا تتابعين؟ انا ما جابش فيا شي دقة. حصلني هنا الوسط، صافي كلتها، عرفتو غادي يجي دا فيا. الله، ترى مشكلة مع هذا الشيء، انا مقضي فيه تا شي حاجة. هو دوخ تبقى تجي، والله ما قضى في حتى شي حاجه هذا. نبقى ندور انا وياه هنا. وجي وجي نهرب. ها هي بعدا تصادفنا معاه قد قد، ما غادينا بالخلعه، هاربين تسلخنا في البلاصه اللي بغينا نيت. كاينه وحده اخرى تاني بحال هذيك، خاصنا تاهي نصوبو ونمرو الطاقة الكهربائية من هاد تلاتة النقاط. خاصنا نمرو ليهم الطاقة الكهربائية. المهم راه كتبقاو تقلبو هاديك تا كتقادوها. المهم بحال هاكا وتفتح لينا دابا هذا. شيء جميل، أول مرة كيعطيونا شي حاجة زوينة. هادي مزيانة، هادي حسن من هاديك اللي شرينا. شي مجمد هنايا، شناهو هاد؟ دخلنا للتلاجة هاديك غيسدو علينا، نبقاو هنا تنجمدو. شناهو هادشي معلق هنايا؟ شنو مجمدين هنايا، الحيوانات ولا مجمدين هادوك الوحوش ولا شناهم؟ كاين والو هنا،
شي مضبب بالثلج، ودي عندك تفتح لنا على شي واحد يخرج لينا مجمدين وهنا. شنو هو هذا اللي هنا؟ مرسومة فيه العلامة الثانية، شي يعني هذا غيحول لنا البطاقة من واحد لجوج. نتسناو حتى يكمل التحميل ديال. الله ايوا صافي، ها هو خرج لنا واحد خرتين هنا. مشكلة مع هذا. ايوا كذب عليكم، هذاك هذاك السكين والله حتى كينفع. صافي مية ديالي هو تشرك عليا. لاحظتو راه كتقطع عليه ايدي وهداك الشي كيعاودي. الله صيدني، لاحظتو كتقطع عليه ايدي ولا راسو كيعاود يتكون من دو جديد وايديه كيطوال. شو دابا قطعت ايدو و ضربتو الراس، لا هو غادي يجي متين. الله الله الا ضربني، لا ايدين لا تا حاجة. هاهي دابا ولات البطاقة فيها الرمز التاني، مكاين هدا هرب عليهم. معرفناش فين هادو النقطة الضعف ديالو، هو جاي ولا تيجي؟ هما يولو جوج. مشكينا دابا عندنا، سير سير قبل ما يوصل علينا. سير الاخر فين كاين؟ يلا تا ما بالك دابا اللي ورايا ولا هادي. الله يلا بقى الدور حداهم. الله هيا تجبد. مررنا الطاقة الكهربائية. الله ايوا ايوا الله انت تضربين. هي تهلية بجوجات تجيبني هنا، كان هي نزل. طيب دوخونا نرجع تاني للبلاصة اللي كنت فيها تاني. تلفت هاي داخت بيا. الله او الدهرب الدهرب تلفنا على الطريق. يلا حنا بندخلو في الحياة كاع. نوري رجعت للبلاصة اللي فيها. الله 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 ان شاء الله تتنفيت من تبيني. هي البلاصة اللي غنهبط منها من الدرج تسي كابو. رجعت تاني نفس البلاصة. مشكيلة والله تا مشكيلة. ويلا نبقى ندور انا وياهم في هاد البلاصة هادي ما تساليوش. خوت والله تتلفت على البلاصة ما هادو تابعيني، راه مخلونيش دابا تنركز فين غادي. واه ها هي، وكندوز من حدا ثلاثة المرات وكندوز. هادي هي البطاقة التانية اللي فيها الرمز التاني. اش لي خاصة تكون عندنا البطاقة اللي فيها ثلاثة الرمز. الله درت معاني والله الا دخل. اش هاد القضية هادي؟ هادو مكيبقاوش ورا البواب. شوف عالم ضروا لي محط ليلى. مشيو مصيبة كحلم هاد. ليلى مصيبة كحلم هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. تجا والله تجا. سيرو خسرت خلصي. سيرو ودي دخل نتفكو منهم. فين وصلنا؟ وصلنا لتحت كما لاحظتو. راه كيبان ليكم مقطوع الكهرباء على البلاصة الأولى. دابا الكهرباء دازت لهاد البلاصة التانية. دابا مررنا الكهرباء الجهة الأخرى من هاد المختبر. هادو ولينا كنشوفهم كنفرحو كيبان لك بحال هادا. عارفهم غادي يموتو هادو. ماشي بحال الآخرين. حتى الآخرين هادو راه الضرب كيعاود يتكون من الدو جديد.
في دانون. وصافت هادي حاجة هادي هي ملي كيشعطب. دابا دار ولا كيبان لك فيه الضو. عندك هذا ولا هذاك في هذاك المختبر الاخر، هذاك اللي كان خرج ليا في هذاك السنسور اللي عنده هذاك اللي عنده هذاك الزنطيط بحال العقرب. لو هاد الجوج هادو دابا اللي خرجوا لينا تا هما كيفاش كتقتلو كيعاود يتكون من مدو جديد. دابا خاصنا نشوفو كيفاش قاعد يسوى، ضروري عنده شي نقطة ضعف لكن ما كتبينش. المهم دابا حنا غاديين باش نقلبو على باش نردو البطاقة المستوى الثالث. دابا يلاه عندنا المستوى الثاني باش نفكو على اشلي السجن ديالها، خاصنا المستوى الثالث. دابا دخلنا البلاصة ما عرفتش شنو هو كيديرو فيها التحاليل ولا ما عرفتش شنو هي. دابا نشوفو هادي هي بلاصة التكوين ديالهم. مشكلة عندك عين نزلو لينا هادو كاملين دقة واحدة. صافي ونمشيو فيها. هنايا هذا تا هو المستوى التالت. ترى القاعدة راه خايبة هنايا وكحلة. الله الله شحال كاينين، كاينين الربعة اللي قاعدو تخرجوا ليا هاد الربعة هنا. صافي غنودع. صافي هذا هو قعادي فهاد المرحلة هادي يمكن. هما فين مجمدين. ونكمل هذا نضربو واحد الدورة شرفية قلبو. نبقشو نجمعو، كاين ما يتبقشش هنا. راه هرس ليا دجاج هادي. زيد سيدي تا هرس قضية مهرسة اصلا. دابا ندخلو. هذه هي المحول ديال هذيك البطاقة. تيار صحيح هذه تموس. هاد التلسكوب من دار. القضية هي في هاد المنظار، هذا هو اللي غادي يوريني نقطة الضعف ديال هذاك الوحش. كما لاحظت نجربو عليهم نشوفو. راه فينا ماشي كيبان واحد الجرتومات فيهم. هنايا خاصنا واحد المفتاح باش نفتحو هادي. خاصنا واحد المفتاح باش نفكو هداك داك البرغي. كنتمنى يعجبكم المقطع، ما تبخلوش انو اشتراك وديروا لنا اعجاب. نشوفكم في المقطع الجاي ان شاء الله. دابا خاصنا واحد المفتاح باش نفكو هداك البرغي باش تخدم لينا هاد المحول هذا باش نحولوا الكارت البطاقة للمستوى الثالث. اكتشفوها في المقطع الجاي ان شاء الله.